حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة. والآن الساعة 10 مساء من اليوم العاشر من الشهر العاشر. هذا التوقيت مشاهدينا بدقة الساعة يكون قد أنهينا عاما كاملا على الانتخابات المبكرة، فهل لازال الحديث مبكر على تشكيل الحكومة والمضي بالاستحقاقات الدستورية إلى الأمام؟ أم أن الأجواء السياسية ما تزال غير مؤاتية لطوي صفحة التعقيد التي لم تشهد لها العملية السياسية مثيل؟ محطات طويلة توقف عندها مؤشر العمل السياسي، وتفجرت خطوات وتصاعدت مستويات أخرى وأنتجت حقائق كبيرة وخطرة أيضا، وواقع لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه. بدأت آمال أن تكون مخرجات هذه الممارسة الديمقراطية طوق نجاة لحالة الانسداد الذي جثم على المشهد واستمر حتى الساعة. تضيق أو بدأ يضيق شيئا فشيئا، والجميع يراوح في الحلقات المفرغة. وإلى الجانب الآخر مشاهدينا من حصادنا لهذه الليلة، تعاود جولة الحوارات مشوارها من جديد، لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها. تعنى هذه الاجتماعات باختيار المرشح لرئاسة الجمهورية، مع تحديد مدة زمنية لإنهاء هذا الملف والشروع بتشكيل الحكومة التي طال انتظارها. تتوالى مبادرات الجمع بين الشركاء بالوقت الذي نرى تطوير للخطوات المنبثقة إزاء تشكيل الحكومة المقبلة، لكن لم يتبقى سوى عبور عقدة الخلاف الكردي والذي سيحسم قريبا، كما تناقلت بعض المعلومات أو تم تناقلها، بمدة لا تتجاوز الشهر الواحد في حال مضت الأمور بطبيعتها وكما مخطط لها أن تمضي. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو أن تبقوا معنا. إذن مشاهدينا، عام على الانتخابات المبكرة في العراق، لا رئيس عين ولا حكومة تشكلت، وما زال من غير الواضح المدى الزمني المستلزم للعبور من مرحلة الانسداد الذي ارتفع رصيده بنتائج انتخابات تشرين إلى مراحل تحقق أو تحقق الغايات والآمال المرجوة من عملية الاقتراع. المزيد مع تقرير الزميل علي حبيب. عام بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات النيابية المبكرة لتطوي الأزمة السياسية في العراق عامها الأول، فمع إغلاق صناديق الاقتراع في مساء العاشر من تشرين الأول لعام 2021 وإعلان النتائج الأولية، تفجرت عمليا أزمة استحكمت على المشهد ولم تتمكن القوى السياسية من تجاوزها حتى اللحظة. الانتخابات بنسختها الخامسة منذ عهد التغيير أجريت لأول مرة وفق نظام الدوائر الانتخابية المتعددة، وبواقع 83 دائرة موزعة على عموم مدن العراق، تنافس فيها أكثر من 3500 مرشح و200 حزب وكيان سياسي. مراحل الأزمة السياسية مرت بعدة أطوار، بدءا من التقاضي أمام المحكمة الدستورية للطعن في الانتخابات وشرعيتها، مرورا باعتصام جماهير الإطار التنسيقي أمام المنطقة الخضراء وتشكيل التحالفات وصولا للجلسة النيابية الأولى، وانتقالا إلى جلسات انتخاب رئيس الجمهورية التي تعطلت بنصاب الثلثين غير مرة، واستقالة نواب الكتلة الصدرية، لتصل الأزمة عند التحشيد والتحشيد المضاد، ولتستقر عند الخلاف الكردي حيال منصب رئاسة الجمهورية. عام على الأزمة شهد العديد من التحولات السياسية والأمنية، ليس فيها ثابت سوى دعوات الانخراط في الحوار لتجاوز الانغلاق المستحكم الذي لم تشهد له العملية السياسية مثيلا طيلة مراحل تشكيل الحكومة. فالأزمة لابد من تفكيكها وضرورة التماس خطر بقائها على حالها واستشعار انسحابها على المواطن وفقدانه الثقة بالهوية السياسية ونتاج ما بعد 2003. فعام الأزمة رهانة الحل فيه بلا نور حتى اللحظة. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف من الحصاد نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الاستوديو، عميد كليات الأمال الجامعة الدكتور عامر حسن فياض. أهلا بكم الدكتور ضيفا كريما، وكذلك الترحيب بالنائب عن تحالف الفتح السيد معين الكاظمي، سينضم لنا مباشرة بصوت والصورة من بغداد، وأيضا الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي، ينضم لنا مباشرة عبر سكايب
من السليمانية. أهلا بك سيد أحمد، ونبدأ معكم دكتور عامر. أهلا بك. وقبل سنة من الآن تحديدا أجريت الانتخابات المبكرة بهدف إيجاد مخرج للأزمة التي كانت تمر بها العملية السياسية. هل هذا المخرج كان مرجو من هذه الانتخابات المبكرة؟ يعني عندما نتحدث عن سنة مضت نحتاج إلى توصيفات لهذه السنة، ونحتاج إلى الأسباب التي أدت إلى مثل هذه التوصيفات، ونحتاج إلى طرح المعالجة. فأعتقد سؤالك مباشرة دخل بالخروج بطرح المعالجة. خليني أنطيك بعض التوصيفات، كلها سلبية هي طبعا ولكن واقعية. تفضل. السنة توصف بأنها سنة عجاف انتخابي ديمقراطي. السنة هي سنة إهمال شبه تام للاستحقاقات الدستورية الوطنية اللي هي ثلاثة رئيسية: اختيار رئيس مجلس النواب، وتم الاختيار، والمجلس شبه معطل، إن لم نقل معطل. عدم اختيار رئيس الجمهورية هذا إهمال الاستحقاق الدستوري، وعدم تشكيل الحكومة وهذا أيضا إهمال للاستحقاق الدستوري. هذه السنة أيضا بالتوصيفات توصف بأنها سنة العلوية الشعبوية هي المتغلبة على العلوية الدستورية وعلى العلوية التوافقية. نعم. لأن احنا عشنا صراع سابقا قبل الانتخابات المبكرة، صراع ما بين علويتين الدستورية والتوافقية. نعم. بعد هاي الانتخابات دخل طرف آخر بالصراع وصار ثلاثي ما بين علوية دستورية، العلو الدستوري، وعلو التوافقية، وعلو الشعبوية. هذه أيضا السنة تجسد غلبة الشعبوية على التوافقية وعلى الدستورية. طيب، لكن كل هذه التوصيفات اللي ذكرتها، الشعبوية والدستورية والتوافقية التي هي بحاجة إلى حوار أولا، كلها ما قدرت تحل هذه الأزمة؟ لو هي كانت سبب في صراع. إذا كمل التوصيفات أنا أعتقد دأنطي اللي ترغب به كجواب، يعني جواب متكامل واللي المشاهد لازم يسمعه مختصر. هاي السنة هي سنة استخفاف بالشعب. يعني أكثر من هذا التوصيف وسلبيته، فعلا استخفاف، لأن صار صوت للشعب بالانتخابات. الحصاد صفري من هذه الانتخابات لمدة سنة، والحصاد صفري. إذن استخفاف بالشعب، هذه نقطة مهمة أرجع لك لها دكتور. أرحب مرة أخرى بكم سيد معين الكاظمي، أهلا بك مرة ثانية. وكنا قد ذهبنا إلى الانتخابات المبكرة بهدف إيجاد مخرج. تعتقد يعني وفق المعطيات السياسية والتحركات الأخيرة سيد معين، يعني المخرج يمكن الوصول إليه وفق ما موجود حاليا من حراك سياسي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيفك الكريم دكتور عامر والضيوف الآخرين والمشاهدين الأعزاء. كما ذكرت اليوم الذكرى السنوية الأولى لانتخابات 10/10/21، وانعقدت الجلسة الأولى في 9/1/2022، وكان هناك حراك ماراثوني لتشكيل الحكومة من قبل التحالف الثلاثي مع استبعاد الإطار التنسيقي. لم يوفقوا بهذا الاتجاه، مما حدا بالتيار الصدري للانسحاب في 13/6/22. 23/6 كانت عملية الاستبدال وانطلاق مجلس النواب بعمله. فوجئنا في تموز وآب باقتحام المجلس ومجلس القضاء والقصر الحكومي، وكانت النهاية المأساوية يوم 29/30 آب، وختمت تلك الصفحة، ونتمنى أن لا تعود مرة أخرى. اليوم مجلس النواب بحكم
حضوره المستمر كل أسبوع 3 إلى 4 جلسات ممكن أن يعقدها ويتابع المشاريع القوانين السابقة واللاحقة، إضافة إلى دور المراقبة للدوائر التنفيذية والوزارات والدور المحلي لكل عضو مجلس نواب في دائرته الانتخابية. اليوم التحالف لإدارة الدولة الذي تشكل أخيرا وصدرت منه هيئة سياسية عقدت اجتماع يوم السبت الماضي، اليوم هناك وفد رفيع المستوى في كردستان لحث الأخوة للخروج باتفاق لمرشح لرئاسة الجمهورية يحظى بقبول الأخوة المكون الأكبر الشيعي والسنة لانطلاق بعقد جلسة مجلس لانتخاب رئيس جمهورية. والأخوة في الإطار التنسيقي منذ ما يقارب 5 أشهر حسموا وضعهم بخصوص مرشحهم لرئاسة مجلس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني الذي لاقى قبولا من الكتل السياسية ومن الأوساط الجماهيرية والشعبية، سوى موقف الأخوة في التيار الصدري الذي لم يشر إلى ملاحظات عن هذا المرشح، وإنما لأنه مرشح الإطار أو محسوب على دولة القانون. بشكل عام يعتبر مرشح الإطار التنسيقي محسوم والكرة بملعب الأخوة الكرد، ونأمل أن يعالج الموضوع خلال الأيام المتبقية من هذا الشهر بشكل نهائي، ويكون هناك تكليف لمرشح الكتلة الأكبر وهو الإطار التنسيقي لتشكيل تعريف كابينته الوزارية وعرضها على المجلس للتصويت خلال 30 يوم حسب المدة الدستورية. طبعا السنة هذه تعتبر ضياع لعمر الشعب العراقي ولإمكانياته وللفرص المتاحة للبناء والإعمار والانطلاق بأوضاع هذا الوطن، وهي امتداد لأوضاع الفوضى التي انطلقت في عام 2019 واستمرت إلى 20 ولا نهاية هذه الأيام. طيب. لذلك لابد أن تكون هذه الفترة السابقة عبرة لكل الكتل السياسية والمكونات، ويكون هناك شعور بالمسؤولية. اليوم بيان الأمم المتحدة، ممثلة الأمم المتحدة كان بهذا الاتجاه يحث على موضوع الحوار والتفاهم والتنازل وتشكيل الحكومة وإقرار الموازنة، ثم رأينا بيان السفير البريطاني والسفير الفرنسي وكأنهم لديهم الولاية على البلد، ومن باب الصداقة كان لهم تأييد لهذه الخطوات. لكن سيد معين إذا تسمح لي أقاطعك، كلمة بلاستر في مجلس الأمن ألم تحرك نوعا ما العجلة السياسية وتدفع أو تشجع القوى السياسية على إيجاد مخرج لهذه الأزمة وتدفعهم بقوة أكثر نحو المخرج؟ طبعا الكتل السياسية كانت جادة في تحالف إدارة الدولة للخروج بمخرج من هذا الانسداد والمأزق، وليس بيان السيدة بلاسخار. مع وجود ملاحظات، هناك نقاط واضحة في بيانها آنذاك في مجلس الأمن الذي دعا إلى الحوار ولا يوجد طريق غير الحوار، ورفض العنف، وأشارت إلى أحداث 29-30 آب الماضي وكانت مأساوية وجعلت البلد على حرب شفير هاوية. والقضية الثالثة ضرورة تشكيل الحكومة، قضية أخرى أشارت إليها موضوع الدستور والمؤسسات الدستورية واحترامها، الالتزام بالقانون، كل هذه الأمور معلوم الجهة المقاطعة التي لابد أن تلتزم بهذه الأمور. واليوم لابد لكل المكونات والكتل السياسية أن تشعر بحساسية المرحلة والظروف التي نمر بها، وأن يعملوا بجد
ويكون هناك تنازل. واضح. وكمثال على ذلك الإطار التنسيقي أبدى مرونة عالية، منها أنه واضح سيد معين. دعونا أيضا ننتقل إلى عضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد أحمد الهركي عبر سكايب. أهلا بك مرة أخرى سيد أحمد، وأود أن أسألك عن يعني النتائج الانتخابات بعد مرور سنة. يعني هذه النتائج خصوصا أربكت كل الحسابات، جاءت خلاف للتوقعات والجبهات مضادة إلى انفعالات متقابلة، وضعت البلاد حرفيا أمام مفترق طرق، وربما نوعا ما قلصت من مسارات السلمية. لكن برأيك وفق المعطيات الأخيرة، واليوم يذكر أن الكرة بملعب الأكراد ويجب أن يحسموا أمرهم بتعيين جمهورية وأن يكلف مرشح الكتلة الأكبر السيد محمد الشيعة السوداني، لكن برأيك أي طرق سوف تسلكها العملية السياسية وفق المعطيات الموجودة حاليا؟ في البداية تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام. يعني الانتخابات التي حدثت واليوم تصارف التجربة السنوية لانعقادها، يعني هذه مفارقة في المشهد السياسي العراقي. سابقا يعني ربما كانت تتأخر الحكومات لحد أقصى 6 أشهر أو مثلا 7 أشهر، ولكن هذه نحن يعني نتجاوز السنة، اليوم يصادف الذكرى السنوية الأولى ولم تكن هناك ولا وحتى هذه اللحظة لا يوجد هناك حكومة، وهناك فشل في يعني جزئية الاستحقاق الثاني من الرئاسات الثلاث، وهي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يتم تسميتهم رسميا حتى هذه اللحظة. الانتخابات بحد ذاتها جرت في ظرف حساس، كنا نتمنى أن تكون الانتخابات بحجم الظرف، ولكن نسبة المشاركة كانت ضئيلة مقارنة بالانتخابات السابقة، وهذه الرسالة أيضا للنخبة السياسية الحالية. النظام الانتخابي استفادت منه بعض الكتل، بعض الكتل الأخرى لم تستطع أن تدير العملية الانتخابية بصورة جيدة. كانت هناك مثلا موضوع نتائج الانتخابات والطعون، وفي كل الأحوال نحن أمام انتخابات. كانت هناك المفارقة الأخرى والتي كان لها دور كبير في أزمة الاستدارة السياسي، هو تطبيق نموذج الأغلبية الوطنية الذي ربما لا يناسب النموذج العراقي، وحتى الأقل يعني في المرحلة على الأقل في المرحلة الحالية، يعني لا يكون اختزال، يعني قلناها سابقا اختزال الكرد بحزب واحد والأخوة في المكون الشيعي بتيار واحد، أو الأخوة السنة بحزب أو تيار واحد. لذلك يعني نحن نتحدث عن ما يناسبنا عراقيا. فيما يخص جزئية الرئاسة الجمهورية أيضا تأثرت بحالة الانسداد هذه. في الأشهر الأولى من الانتخابات كان هناك استقطاب، الاتحاد الوطني أقرب إلى الإطار الديمقراطي، أقرب إلى التيار الصدري، تجاوزنا هذه المرحلة. نحن الآن نتحدث عن مرحلة جديدة في جلسة 28 أيلول، وهي تجديد الثقة بالسيد محمد الحلبوسي. هناك عودة لجلسات مجلس النواب، أيضا حوارات داخل البيت الكردي. كانت العلاقة مرت بمرحلتين، مرحلة من القطيعة استمرت من قانون الثاني إلى أيار، ومرحلة نوعا ما جيدة ولكن لم تتبلور حتى الآن إلى تقارب تام في الملفات من أيار وحتى أيلول الماضي. اليوم أيضا كان هناك زيارة لوفد إلى أربيل، ضم السيد فالح الفياض والسيد الحلبوسي والسيد محمد الشيعة السوداني، زاروا أربيل والتقوا بالسيد مسعود البارزاني. أنا أعتقد أن هناك لا مزيد من الوقت، هناك رغبة في المضي باستحقاقات القانونية والدستورية. لكن إذا تسمح لي سيد أحمد، يعني هذه الزيارة اليوم تعتبر مبادرة لحل الأزمة، هل ستكون جدية بحسب معلوماتكم؟ أكو لها مخرجات لحل هذه الأزمة؟ بصراحة يعني هناك متغير مهم ربما لا ينتبه إليه البعض. يعني الآن أصبح هناك رغبة في المضي بالاستحقاقات القانونية والدستورية، تحالف السيادة، يعني هذه النقطة ربما يجهلها الكثير، بيضة القضبان ودورهم مهم في ضمان تحقيق النصاب القانوني. عندما تحقق النصاب القانوني هذا سيشكل عامل ضغط، ولكن أنا أعتبره عامل ضغط جيد للقوى الكردية، بأنكم إن لم تستطيعوا أن تتفقوا، ربما حتى الوفد اليوم نقل هذه الرسالة، وهذه الرسالة نقلت أيضا إلى القوى السياسية الكردية الأخرى، أنه إذا لم نستطع حسم الملف كرديا فلنذهب إلى الفضاء الوطني، أقصد البرلمان العراقي، كما حصل عام 2018. لذلك واليوم تحدثوا عن جمع 170 توقيعا إلى النائب الأول لرئيس مجلس النواب السيد محسن المندلاوي. ربما موعد جلسة الأربعاء ربما أتوقع لن تعقد في الأربعاء، ولكن أيضا لن تتجاوز أيام. يعني أعتقد المهلة إن لم تحدث مفاجأة، وحضرتك تعرف العراق مليء بالمفاجآت الغير سارة، إذا لم يكن هناك متغير لحظي آخر، فالرسالة وصلت للقوى السياسية الكردية، إن لم تستطيعوا حسم ملفكم داخل الأقليم
فالبرلمان العراقي هو الفيصل. طيب اعود لك دكتور عامر، نقطة اللي غادرناها أنا وياك، يعني الانتخابات المبكرة، التأخر بتنفيذ مخرجاتها، مخرجات انتخابات تشرين التي كانت ضرورة أن توضع أو تطبق على أرض الواقع بعد عام يعني اليوم، هذا إلى أي درجة راح يقلل من اعتراف ربما المواطن بالهوية السياسية، بالنظام السياسي الموجود حالياً؟ إلى أي درجة اهتزت ثقة المواطن بالعملية السياسية أو ستهتز إذا لم توجد الكتل والأطراف السياسية حاليا معالجة والمضي بالاستحقاقات الدستورية التي تأخرت كثيرا؟ السؤال جيد، كأنك في عقلي في هذا الموضوع الحقيقة. المشكلة يعني إذا تحدثنا عن الانسداد السياسي هو بحد ذاته مشكلة. الخشية، كل الخشية هي ما بعد هذا الانسداد أو التداعيات اللي تركها هذا الانسداد. أتحدث لك عن ثلاث تداعيات لها علاقة بالإجابة عن سؤالك. التداعي الأول اللي حصل خلال هاي السنة، أنا أعتقد نضج ثقافة فوبيا ضد الانتخابات. يعني خوف من الانتخابات. إذا كانت هذه الانتخابات اللي هي استجابة لمطلب شعبي احتجاجي وأدت إلى مثل هذه المخرجات وهذه النتائج وهذا التعطل، فما بالك يعني هل هناك ثقة أو بقيت ثقة بموضوعة كمواطن عادي يضحي بصوته مستقبلا؟ هاي بالنسبه للمواطن العادي. لا خلينا ننتقل للمواطن العادي والسياسيين خصوصا. ويها بالذات. تفضل. المساله الثانيه، النخب السياسيه انتقلت خلال هذه السنه وربما هاي المساله مستمره، من علاقه الاختلاف السياسي اللي هي علاقه صحيه كاختلاف الى علاقه الخلاف السياسي اللي هي مرض. يعني لازم نفرق ما بين الاختلاف السياسي، وهو موجود في كل الديمقراطيات، هناك اختلاف، بس ان يتحول الى خلاف. واحنا عرفنا بعض صوره دمويه كانت. هذه المساله الثانيه. المساله الثالثه، احنا كنا نتوقع الخروج بهذه الانتخابات من سلبيات التوافقيه المتمثله بالمحاصصه. انتقلنا الى سلبيات الشعبويه المتمثلة بالفوضى. هذه الخطورة بالمسألة. رغم ذلك يعني أنا ما أريد أقلب المواجع أو أفتق جروح. معرفة الأسباب ضرورية لتشخيص العلاج. العلاج خلينا نتفق لا علاج سوى الحوار. لماذا؟ لأن هناك أولا عدم ثقة ما بين النخب السياسية، هذا واحد، وهذا لازم نتجاوزه، ونتجاوزه بالحوارات سواء كانت ثنائية أو جماعية. واثنين، يترتب عليه أو يسبقه عدم ثقة ما بين النخب السياسية والشعب السواد الأعظم. أعتقد ضيفك ممثل الاتحاد ذكر نسب المشاركة اللي هي أقل من 30، يعني إذا بالزايد أقل من 30 بالانتخابات المبكرة. يعني أكو 70 كانوا، 70 يمثلون السواد الأعظم. أرجع إلى ما تحدث به الصديق العزيز والأستاذ معين. بلاسخارت لم تصنع حقائق، ما جابت لنا شيء جديد، هي كشفت عن حقائق موجودة، يعني أكدت أكو سلبيات موجودة، فهي ما صنعتها لهذه الحقيقة، وإنما مجرد كشفت عنها. إذا تحدثنا عن يعني الأسباب اللي ضروري نثبتها، الاستقالة مستعجلة كانت، حتى أقول لك الجميع مسؤولين، الاستقالة مستعجلة، الموافقة على الاستقالة أيضا مستعجلة. شوف الأسباب، الاستبدال كان مستعجلا، عدم توافق ربي البيت الكردستاني اللي هي الاتحاد والديمقراطي على مرشح، هذا هم واحد من الأسباب.
هذا راح يكون محورنا الثاني من الحصاد. خلينا نبقى في هذا المحور اللي ذكرته، هاي النقطة اللي هي الدورة الكردي لحل هذه الأزمة. ودعونا مع مشاهدينا وضيفنا الكرام ننتقل إلى ملفنا الآخر وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، المباراة أو المبادرات الحالية التي تسعى إلى جمع الآراء والاتفاق بين أطراف البيت الكردي تضع خارطة الحكومة المقبلة على السكة للمضي نحو إكمال الاستحقاقات. فبين خلاف البيت الكردي وكذلك البيت الشيعي بين الإطار والتيار، هناك بوادر لحل حالة الأزمات والخروج من أزمة الانسداد السياسي إذا ما استمرت الحوارات المنعقدة. إذن مشاهدينا دعونا نتابع تقرير الزميلة نهى الشمري. الخلافات تطوي رحلة عام كامل من الشد والجذب بين الفرقاء السياسيين داخل البيت الكردي والشيعي بقطبيه الأساسيين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، لكن ما زال هناك أمل بإنهاء فصل تلك النزاعات القائمة عن طريق الحوارات المكثفة التي من فك أن ينقطع عنها الإطار الشيعي مع بقية الكتل المتحالفة معه بائتلاف إدارة الدولة. أنا في تقديري غائب اليوم، لأنه طالما هناك تقاطعات وهناك اختلافات وهناك عدم وضوح في الرؤية ويعني البحث عن مصالح، هذا الذي نبحث عنه اليوم، الجلوس والبحث عن قواسم مشتركة والتوافقات ما بين الحزبين الكرديين للخروج بشخصية تخدم العراق، لا تخدم كتلة ولا قومية ولا مثل. أما زيارة وفد من الإطار الشيعي برفقة الخنجر والحلبوسي إلى كردستان للقاء قادة الأحزاب الكردية جاءت على خلفية الحوارات التي تمت مسبقا، إذ لا بد من تقريب وجهات النظر لئلا تعود العملية السياسية إلى المربع الأول من الخلافات، رغم استبعاد هذه المرحلة من قبل المراقبين للشأن السياسي، إذ وصلت خطوات تشكيل الحكومة إلى مديات بعيدة ومحكمة ما لم تعترضها أطماع أحد الأطراف بالسلطة. الأمر الذي يتطلب من الفرقاء السياسيين اللجوء إلى الحوار وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، وأن تكون نصب أعينهم مصلحة العراق، والتنازل بعض الشيء لغرض المسير بالعملية السياسية والبدء بتشكيل حكومة، وما قبل ذلك انتخاب مرشح لرئاسة الجمهورية. منصب رئاسة الجمهورية والوزراء بانتظار إشراقة الاتفاقات النهائية في سماء الحوارات المنعقدة، فلا يزال الأمل قائما بمن يسعى لإصلاح البلد وتشكيل الحكومة بالسرعة الممكنة وخلاص العملية السياسية من الفوضى، خصوصا بعد المطالبات المستمرة والملحة من قبل الشارع والأوساط السياسية، وكذلك بعدما صرحت الأمم المتحدة بضرورة تحديد مسارات الحكومة المقبلة لإقرار موازنة عام 2023. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، ونجدد الترحيب أيضا بضيوفنا الكرام، وأعود لك سيد معين، أهلا بك مرة ثانية. واليوم يعني هناك حوارات مستمرة ما بين بغداد وكردستان لإنهاء حالة الانسداد وتشكيل حكومة برضا جميع الأطراف السياسية كما تؤكدون، لكن هل أنتم واثقون من هذه العبارة ومصطلح رضا جميع الأطراف السياسية؟ سيتحقق هذا الرضا في هذه المعطيات المتوفرة حاليا؟ طبعا الحوارات الجارية بين الأطراف السياسية كلها تؤكد ضرورة المضي بتشكيل الحكومة، حيث تأخر تشكيلها كثيرا، وكما ذكرنا نحن نعيش الذكرى السنوية الأولى لانتخابات 10/10/21، لذلك هناك خيارات متعددة موجودة لدى الحزبين الكرديين، أما يتفقوا على مرشح واحد أو أن يكون هناك بديل عن مرشح الاتحاد الوطني، وهذا ما طرحه الحزب الديمقراطي الكردستاني ووافق على يبقى منصب رئاسة الجمهورية هي من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن ليرشح غير السيد برهم صالح، وهذا يعتبر مرونة من قبل
حزب الديمقراطي الذي يعتبر نفسه عنده 31 مقعد من أصل 64 مقعد للأخوة الكرد، يعني 33 مقعد الأخرى لأربع أحزاب كردية. طيب إذن أضرب المقاطعة سيد معي، لكن يبدو أن هناك نتائج من زيارة وفد بغداد اليوم، يبدو أن هناك نتائج طيبة من زيارة وفد بغداد اليوم إلى أربيل، خصوصا وجود السوداني ضمن هذا الوفد. كل الأمور ستتضح غدا والأيام القريبة، وأعتقد نتائجها إيجابية لأن وصلنا إلى مرحلة من النضج ومن التفاهم، وإلى ضرورة الوصول إلى حلول قد يكون آخرها خيار تحت قبة البرلمان، يكون الاختيار من قبل أعضاء مجلس النواب، وبذلك يحسم الموضوع كما حسم عام 2018 وضمن خلاف متفق عليه من وراء الكواليس لكي لا تكون هناك كسر للإيرادات بين الحزبين في مقابل جماهيرهم في كردستان، وعندها سيتم المضي بترشيح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتشكيل الكابينة الوزارية. هذا اعتقد هذه الخطوات قريبة التنفيذ، ولكن نأمل ان يكون هناك تضامن سياسي لدى تحالف إدارة الدولة لإدارة المرحلة القادمة، وتفاهم كذلك مع الأخوة في التيار الصدري بأن يعملوا شركاء في العملية السياسية، أو إذا أرادوا أن يبقوا في الحياد أو في المعارضة أن يمارسوا دورهم في المعارضة بطريقة أصولية وقانونية وحضارية، بعيدا عن العنف المرفوض من كل الجهات الإقليمية والمحلية والدولية. نعود مرة أخرى لك سيد أحمد، الكل يتحدث أستاذ أحمد عن قرب توافق كردي كردي ما بين الاتحاد والديمقراطي، يمكن أن تكون هناك من أجل هذه التوافقية أن تكون هناك مقايضة على بعض المناصب الأخرى في الإقليم أو حتى في حكومة المركز؟ أخي العزيز، نحن لا نقول مقايضة، نحن والديمقراطي لدينا أكثر من ملف خلافي، وأيضا يعني هذا ممكن أن نتفق على هذه الملفات بصيغة مجمل، يعني أن يكون اتفاق على ملفات عديدة، بعضها تعالج بإقليم كردستان، ربما منصب رئيس الجمهوريه هو الاهم لانه يرتبط ببعد وطني، لذلك يعني هذه يعني الجزئيه موجوده يعني. وايضا صانع القرار الكردي يدرك انه من الافضل ان نذهب الى بغداد بفريق واحد، لان انعكاسات تجربه 2018 يعني اثرت على العلاقه بين الاتحاد والديمقراطي لفتره عديده. نعم لم نصل للقطيعه التامه، ولكن حدث نوع من الفتور في العلاقات، يعني استمر، يعني انا اتحدث عن انتخاب السيد طراب صالح عام 2018 كان له دور سلبي في العلاقه بين الحزبين، لذلك صانع القرار لدى الحزبين يدركون انه من الافضل ان نخاطب شركاء الاخرين في الوطن ان نكون فريق واحد. ولكن انا اتحدث، نحن هنا نتحدث عن سيناريوهات، السيناريو التوافق يعني الاتفاق وارد جدا خاصه في ظل الاجواء الموجوده، وايضا اجتماع اليوم تحدث عن بعد انتهاء اجتماع الوفد مع يعني الذي زار اربيل كان هناك بيان قال انه وصلنا الى صيغه توافق او مثل اتفاق، ولكن لا تزال هذا الفحوى وهذا ما حدث اليوم غير واضح، يعني ربما كما قال الاستاذ معين يوم غدا وبعد غدا تتضح الصوره اكثر. لذلك الاتفاق وارد ايضا، وعدم الاتفاق وتكرار سيناريو عام 2018 ايضا وارد. منصب رئيس الجمهوريه يرتبط بالبعد الوطني العراقي، لذلك في كل الاحوال سواء اتفق الكرد على مرشح واحد او لم نتفق، في كل الاحوال الفضاء الوطني او البرلمان العراقي هو الفيصل، يعني هذه القضيه واضحه. سيد احمد، اذا حسمت قضيه رئاسه الجمهوريه في جلسه البرلمان القادمه، هل سيقابل هذا برضا من الطرف الكردي الذي سيخسر هذا المنصب؟ بصراحه يعني كان لدينا تجربه سابقه عام 2018، ربما يعني كان هناك حاله من الامتعاض، ولكن تجاوزنا هذه المرحله. نتمنى هذه المره ان يتكرر نفس السيناريو 2018 في تداعيات ما بعد الجلسه، لان
من الطبيعي سيكون هناك فائز وخاسر. نعم. لدينا نحن لازلنا شركاء في حكومة أقليم كردستان. المشكلة أستاذ العزيز نحن لم نزاحم الأخوة في الديمقراطية على مناطق نفوذهم أو على منصب أو استحقاقهم. هم المشكلة هم من بدأوا، يعني كان هناك الفيتو الغير مبرر للدكتور برهام صالح، لذلك هذه الجزئية واضحة. وهناك من تحدث عن آليات لحسب رئاسة الجمهورية داخل برلمان كردستان، هذه الجزئية غير موضوعية لعدة أسباب. طيب. يعني المنصب يتعلق بالبرلمان العراقي ويتعلق برئيس جمهورية العراق، لذلك الأفضل أن يحسب داخل برلمان العراقي. يعني نقطة أخرى، برلمان كردستان يمثل أربيل ودهوك سليمانية، الاتحاد الوطني الكردستاني لديه المقاعد الأكثر في خارج، يعني المناطق الواقعة خارج أقليم كردستان أو المناطق المتنازع عليها، المناطق الكردستانية خارج الأقليم مثل في كركوك وديالة ونينوى، يعني هذا أيضا سيكون هناك. وأيضا كان هناك آلية عام 2014 عندما كان هناك تنافس بين الدكتور برهم صالح وفؤاد حسين وفؤاد محصوم، عفوا الدكتور فؤاد محصوم حسم الكتل الكردستانية من هو مرشح رئاسة الجمهورية في تلك الفترة، الاثنان كانوا من الاتحاد الوطني. يعني لم الآن الحالة تختلف، هناك مرشح من الاتحاد ومرشح من الديمقراطي، لذلك هو الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبر المنصب هو جزء منه، يعني جزء من استحقاقه حسب توازنات تتعلق داخل البيت الكردي. طيب. وأيضا حسب الاستحقاق واضح. الوطني العراقي. أقول لك دكتور عامر، يعني يبدو أن هناك قرب أو اقتراب من حسم قضية رئاسة الجمهورية. إذا حسمت وعين الرئيس للعراق، هل سيمر تكليف رئيس الوزراء وتشكيل حكومة بسلاسة؟ أنا أعتقد ستكون أبسط المسألة، يعني موضوع تشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية، لأنه تشكيل حكومة لا يمكن أن يتم نهائياً إن لم يكن هناك رئيسا للدولة العراقية، يعني هذا وفق الدستور، لأنه من الذي يكلف مرشح الكتلة النيابية الأكبر؟ فقط رئيس الجمهورية. هل يستطيع رئيس؟ هذه تسهل الأمور، لكن خلنا نتوقف عند مسألة، يعني هذه المرة المشكلة هي ليست مثل المشاكل السابقة، فالحل المطلوب ينبغي أن يكون بعيدا عن الآليتين التي كانت مستخدمة لوضع حلول للمشاكل. الآلية الأولى إذا تسألني عنها هي ترحيل المشكلة. نعم. يعني من تحصل مشكلة، هاي تعودنا يعني خلال السنوات، من تحصل مشكلة أما أن ترحل، وهذا خطأ لأنه تراكم، وأما أن يوضع حل هو ولاد لمشكلات. هذه المرة أنا أعتقد المشكلة وصلت حدودها القصوى، يعني منسوب السلبي للمشكلة وصل إلى القمة الحقيقة. إذن إحنا نحتاج حوارات، والحوار بشقين، الحوار الأول اللي دي يحصل الآن اللي هو جانبي، يعني ما بين الإطار والديمقراطي الكردستاني مثلاً، ما بين الإطار والبيت السني السيد الحلبوسي، هذه مطلوبة، وما بين الرسائل التي توجه من الإطار إلى التيار، كلها مهمة هذه. لكن أنا أتصور هذه الحوارات هي لحل مشكلة، نصف المشكلة اللي هي ضرورة أن تكون هناك ثقة ما بين النخب السياسية، لأن هذه الثقة معدومة. فالحوارات الجانبية تبقى أزمة تبقى تعمقت شيئاً فشيئاً طيلة السنوات الماضية. بس وياي أستاذي العزيز، يعني أنا قسمت، أنا قلت بالبداية الثقة المزعزعة. نعم. هي أولاً ثقة ما بين النخب، هذه واحد، وثانياً الثقة ما بين كل هذه النخب والسواد الأعظم، يعني المواطن ويا المواطن. طيب تحدثنا عن قضية المواطن، لكن نرجع للثقة ما بين الأطراف السياسية، تعمقت كثيرا اليوم، هناك ربما شبه توافق على إجراء انتخابات. تقصد عدم الثقة تعمقت؟ تعمقت عدم الثقة، لكن هناك اليوم مطالبات ويبدو أن قبول من الأطراف الأخرى بإعادة هذه الانتخابات. في حال إن عادت الانتخابات دكتور عامر، راح نواجه نفس المخرجات الموجودة حاليا؟ راح تنتجنا الانتخابات إذا عادت أو انتخابات مبكرة أخرى ذات هذه النتائج؟ يعني هو هذه المسألة تعتمد على تشكيل حكومة وتقديم منجز، إن قدمت منجز هذه الحكومة
ومن ضمن أهم المنجزات أن تكون على استعداد تام وتهيئ الاستعدادات التامة لانتخابات قادمة. هي ما راح تصير مبكرة، يعني مبكرة، يعني ما بين الانتخابات الأولى والثانية هاي احنا جد مرت علينا، يعني جد مرت علينا تقريبا فترة طويلة، يمكن أكثر لباقي يعني الانتخابات الأصلية، المبكرة الأصلية كان جرت قبلها، كان الأربع سنوات انتهت. طيب الحوار الأول هو الحوار هذا الثنائي والثلاثي، ويحتاج إلى حوار وطني. لماذا؟ لأن هذا حوار ما بين المسؤولين عن الأزمة، عن ما حصل. يبقى نحتاج حوار إلى ترميم الثقة ما بين الناس والنخب السياسية. الحوار لازم إلى مواصفاته، أعتقد الأستاذ معين ذكر بعضها. الحوار هو أولاً مو هدف، الحوار أداة، يعني هذا خلي يسلمون للجميع، الحوار هو أداة وليس هدف. الحوار يفترض أن يكون به تنازل، هاي من مواصفات الحوار الناجح، تنازل كل الطرف يتنازل لطرف آخر. طيب. بدون يعني مو فرض إرادات ولا كسر عظم. الحوار لابد وأن يكون شفافا وعلنيا، جدا ضروري. الحوارات الآن إذا تحصل خلي تكون سرية مو مشكلة، لكن هناك حوار يفترض أن يحضر به الجميع، بما في ذلك المسؤولين عما حصل وهم كل القوى السياسية، وممثلين عن السواد الأعظم، أكو مؤسسات مجتمع مدني، أكو شخصيات وطنية، لابد وأن يشاركوا حتى تعزز هذه الثقة. هؤلاء لهم جمهور، اللي هو أقل ما يمكن هو 70% الذي لم يشترك في الانتخابات. هذه المسألة تخلينا يعني نفكر بأن المشكلة بترحيلها ما تنحل، المشكلة بوضع حل جزئي يؤدي إلى مشكلات أكبر من المشكلة نفسها هم ما يفيدنا. فنحتاج إلى حل أداة الحوار ومواصفات الحوار هو أغلب القوى السياسية حاليا توافق ربما فيما بينها، والحوارات جارية. سيد معين، التوافق الكردي انحصل، والتوافق الكردي الشيعي السني ان تحقق ويبدو انه متحقق حاليا بشكل كبير، لكن الى اي درجة سيسهم بانتاج حكومة قوية؟ الى اي درجة السوداني سيكون قويا بادارة الدولة بهذه المرحلة ويحقق الخدمات اللي وعد بها برنامجه؟ باختصار اذا تسمح. طبعا اذا اردنا حكومة فاعلة وقوية يجب ان يكون هناك توافق على البرنامج الحكومي منذ البداية كمرحلة اولى. صحيح ان السيد محمد الشيع السوداني عرض منهاجه الوزاري وبرنامجه الحكومي المختصر على الكتل السياسية ولاقى ترحيبا وقبولا من الآخرين، خصوصا أن السيد محمد الشيع السوداني لديه الخبرة المتراكمة والتدرج في المسؤوليات من مقام إلى محافظ وإلى مستويات عالية. النقطة الثانية أن يكون هناك نية صادقة لتنفيذ هذا البرنامج وخدمة البلد، وأن يكون من يشارك في الحكومة من وزراء يريدون أن يؤدوا وظيفتهم وواجبهم الوطني خلال هذه المرحلة الحساسة، وأن لا تعتبر المناصب في هذه الحكومة هي مغانم يتم التنافس عليها للحصول على فوائد ومصالح ذاتية. القضية الأخرى أن يكون هناك تعاون من الآخرين، ممن لا يشترك في الحكومة. التيار الصدري مدعو للمشاركة، فإذا لم يشارك يكون له دور المعارضة الإيجابية في المتابعة والمراقبة والمحاسبة للنواقص الموجودة مما يرشد الأداء خلال هذه الفترة الانتقالية التي تقدر بسنة ونصف إلى سنتين. ولكن يجب أن لا نعتبر هذه الفترة الانتقالية فترة تعطيل لعمل الحكومة، وإنما
هناك همة عالية وموجودة طيب سيد معين المصادقة على موازنة 2023. واضح سيد معين، اعتذر على ضيق الوقت. المالية ممكن الانطلاق بمحاور حياتية مهمة لتغيير واقع الشعب. دعنا سيد معين ننتقل إلى سيد أحمد بسؤال أخير. أستاذ أحمد، الكل يجمع أن الكرة الآن بملعب الأكراد ويجب أن يحسمون هذا الخلاف وأن الأزمة ستحسم داخل الملعب الكردي أو البيت الكردي، لكن هل سيحققون الأكراد الهدف أم سيعيدون الكرة إلى الملعب الشيعي أو البيت الشيعي؟ حل معضلة داخل البيت الكردي هو جزء في حل الأزمة الأعم من المشهد السياسي العراقي، نعم، ولكن أيضا الخلاف البيت الشيعي أيضا كان له دور في حالة الانسداد في الفترة السابقة. أنا لا أريد أن نلقي الكرة في ملعب الآخر، إذا كان هناك يعني مثلا السبب في معضلة البيت الكردي أيضا كان الانسداد الموجود وخاصة الاستقطاب الحاد في الفترة السابقة في العلاقة بين الإطار والتيار كان له دور وصولا للمرحلة الحالية، لنتحدث جميعا أن نتجاوز هذه اللغة ونفكر بالهم الوطني. العراق، الشعب العراقي ينتظر الكثير، يجب أن نفكر بتحسين أداء الحكومة. هناك تجربة مرت خلال 19 سنة ماضية كان فيها ربما القلة من الإيجابيات والكثير من السلبيات، فلنحاول تحسين الأداء الحكومي. حتى الأحزاب السياسية والنخب السياسية بحاجة إلى تحسين أداء السياسي، كل حزب أو يعني هناك معايير لمؤسسية الحزب أو المؤسسة السياسية، إذا لا نمتلك القدرة على التكيف مع الظروف الاستمرارية أنا أعتقد بنفس هذا الخطاب ستتجاوزنا الظروف. يعني نحن بحاجة إلى تجديد في الخطاب السياسي، الأحزاب السياسية بحاجة إلى أن تكون هناك تكيف مع الظروف، الأداء الحكومي هناك إجماع لدى أغلب القوى السياسية، الآلية السابقة مثلا كان هناك المشارك في المنصب التنفيذي من وزراء ومدراء عامين كان محمي من الأحزاب السياسية، علينا نتجاوز هذا الشيء. الذي يستلم المنصب هو تصدي، والشعب العراقي ينتظر من الجميع يعني بعيدا عن الشعارات المرحلة تتطلب. وصلت فكرتكم سيد أحمد، شكرا جزيلا لك. عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد أحمد الهركي كنت معنا مباشرة عبر سكايب من السليمانية، شكرا لكم سيد أحمد. وشكرا جزيلا لعضو تحالف الفتح والنائب عن تحالف الفتح السيد معين الكاظمي، شكرا لانضمامك لنا بالحصاد. والشكر الجزيل لكم عميد كلية الآمال الجامعة الدكتور عامر حسن فياض، كنت ضيفا كريما، شكرا لكم دكتور. وشكر موصول لكم مشاهدينا، إلى هنا وصلنا وإياكم وضيفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.